الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا بالأمس عند حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن والإمام أحمد، وقد ذكر المصنف أن الترمذي وابن خزيمة صححاه، وصححه غيرهم كذلك، فقد صححه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك وكثير من أهل العلم. هذا الحديث أصل من الأصول المتعلقة بكتاب الحج، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه، والضمير في الصلاة هذا يعود إلى صلاة الفجر، إذ عروة رضي الله عنه حضر صلاة الفجر ليلة النحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فقال: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة من قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، هذه الجملة تدلنا على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والدليل على كونه واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق قضاء الحج عليه، فقال: من شهد صلاتنا، يعني بمزدلفة، مع وقوفه بعرفة، فقد تم حجه. ومفهوم ذلك أن من لم يقف فإن حجه ليس بتام، أي ناقص، وحينئذ فيكون الوقوف بعرفة واجبا. ولم نقل إن الوقوف بعرفة ركن، لأن الدليل إنما دل على اللزوم فقط، ولم يدل على عدم صحة الحج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة: الحج عرفة، فدل على أن الركن فيها إنما هو عرفة، فعرفة ركن بإجماع أهل العلم. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو وقت المبيت بمزدلفة، متى يبدأ ومتى ينتهي. أما بدء المبيت بمزدلفة فواضح أنه يبدأ بغروب الشمس ليلة العاشر، وهو ليلة النحر. وأما انتهاء مدة المبيت بمزدلفة فإن في المذهب روايتين أخذت الروايتان من هذا الحديث. الرواية الأولى وهو المشهور من المذهب والمعتمد عند المتأخرين أن المبيت بمزدلفة ينقضي بطلوع الفجر، وحينئذ فإن هذا الواجب يبتدئ بغروب الشمس وينقضي بطلوع الفجر، وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن وقت المبيت بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس، ويؤخذ دليل هاتين الروايتين من هذا الحديث. ووجه ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح، فقد تم حجه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة في أول وقتها كما مر معنا بالأمس، أي في غلس، فصلها في أول وقتها، فلا يحضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في وسط مزدلفة إلا وقد دخل مزدلفة قبل طلوع الفجر. وهذا وجه استدلال فقهاء المذهب، كما أنهم استدلوا بدلالة اللغة، فإن المبيت إنما يكون في الليل، وطلوع الفجر هو بدء النهار، إذ المعتمد من المذهب أن النهار يبتدئ بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. ولذا فإنكم تعلمون في كتاب الطهارة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فغسل اليد ثلاثا قبل غمسها في الإناء إنما يجب من نوم الليل دون نوم النهار، لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم النوم بياتا، ولا بيات إلا في الليل. ويشهد لذلك لما جاء في بعض ألفاظ الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل. المراد من هذا كله أن المبيت
على قاعدة مذهب مطردة هي متعلقة بمبيت الليل الذي يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. والرواية الثانية استدلوا بهذا الحديث كذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد طلوع الفجر، فمن حضر الصلاة في مزدلفة فقد حضر مزدلفة بعد طلوع الفجر، وعلى ذلك فإنه قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة وقوفه، فدل ذلك على أن المبيت في مزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس وليس قاصرا إلى طلوع الفجر. وهاتان روايتان في المذهب. من فقه هذه الجملة أيضا أن هذا الحديث يدل على أن النوم بمزدلفة ليس بواجب، بل وليس بمسنون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من بات ولم يقل من نام، وإنما قال من شهد، فدلنا ذلك على أن البقاء والمكث في مزدلفة هو الواجب، ولذا لم يستحب العلماء النوم، وذكروا أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة إنما هو من الأفعال الجبلية وليس من الأفعال المستن بها، يدل عليه هذا الحديث. أيضا هذا الحديث يدلنا على أن المراد بالمبيت بمزدلفة بقاء نصفه الأول أو جزء من نصفه الأخير. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الصلاة، فبين أن من اكتفى بجزء أخير من الليل في مزدلفة ولو متعمدا تاركا أوله فإنه يصح مكثه في مزدلفة، وهو الذي يسميه الفقهاء مبيتا من باب التغليب، يكفيه في المبيت في مزدلفة. وجه الاستدلال واضح، أنه لم يقل أمكث الليل كله أو أمكث أكثر الليل كما يقال في ميناء، وإنما قال احضر جزءا منه في آخره. فإذا جمعنا الأحاديث وجدنا أن من مكث في مزدلفة لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يأتي قبل نصف الليل فنقول يجب عليك أن تمكث فيها إلى نصفه ولو كان مكثك ساعة أو أكثر أو أقل. الحالة الثانية أن يأتي بعد نصف الليل، فعلى قول فقهائنا يجوز له المرور، ومن نصف الليل من شهد آخرة قبل صلاة الفجر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فقد تم حجه، وهذا قول قوي جدا، ومر معنا في درس الأمس هل العبرة بنصف الليل أم بغروب القمر، وذكرت لكم استدلال كل من الوجهين. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني المزدلفة، فوقف معنا، هذا يسمى الوقوف بمزدلفة أو المبيت مزدلفة، المعنى فيهما متقارب، حتى ندفع أي حتى ندفع إلى منى، وقد وقف بعرفة. قوله وقد وقف بعرفة يدلنا على أن الوقوف بعرفة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الصحة فقال وقد وقف بعرفة. وقد ذكر فقهاؤنا أن الأركان للحج أربعة، ثلاثة مجمع عليها وواحد مختلف فيه. فأما المجمع عليها ثلاثة، الإحرام أوله، ثم الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، هذا هو المتفق عليه. وأما المختلف فيه فإنه السعي، وهو الركن الرابع، اختلف فيه العلماء على قولين، وأظهر قول العلماء المعتمد في المذهب أنه ركن، أنه ركن. وأشرت لهذا الخلاف لما؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن المتمتع ليس عليه إلا طواف واحد، ليس عليه إلا سعي واحد، ويكون سعيه المتقدم دخل فيه سعي الحج. طيب، قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قوله ليلا أو نهارا هذه نستفيد منها مسألة مهمة جدا، وهو وقت الوقوف بعرفة. فإن الوقوف بعرفة له وقت يبتدئ به ووقت ينتهي إليه، فأما انتهاؤه فهو طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوقوف بعرفة. وأما ابتداؤه ففي المذهب روايتان، الرواية الأولى أن ابتداء الوقوف بعرفة يكون بطلوع الفجر من اليوم التاسع، وهو المعتمد عند المتأخرين وعليه الفتوى. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وفاقا لجمهور أهل العلم، أن وقت الوجوب يبدأ بعد الزوال، وكل وقوف بعرفة قبل الزوال أي زوال الشمس فإنه ليس داخلا في الواجب، بل وليس مندوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وإنما المندوب أن يكون خارج عرفة
فيكون في نمرة أو في الوادي قبله، ثم بعد ذلك يدخل بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم. والمفتى به الأول كما ذكرت لكم طردا لقاعدتهم أن النهار في لسان الشارع يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلما كان كذلك نطرد القاعدة إلا أن يدل الدليل على تخصيصه، ولم يرد هنا. فحينئذ من وقف قبل الزوال ثم خرج ورجع في الليل ولو مرورا فنقول جاء بالركن وبالواجب، فالركن هو الوقوف بعرفة، والواجب هو الجمع بين الليل والنهار في يوم عرفة. هذا على المشهور عند المتأخرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني أنه تمت الأعمال التي تكون متعلقة بالحج، ولم يبق من الأعمال إلا ما يحصل به التحلل أو يفعله المرء وهو متحلل. هذا معنى قوله فقد تم حجه وقضى تفثه، لأننا لو قلنا إنه تم حجه كاملا بقيت أعمال كثيرة جدا وهي واجبات، بل وبعضها أركان. فقوله فقد تم حجه أي فقد تم حجه الذي يلزم فيه الإحرام، وما بقي من الأعمال بعد ذلك فإنها إنما هي أسباب للتحلل وهي الأمور الثلاثة، أو أمور لا يشترط فيها الإحرام فيجوز للمرء أن يفعلها وهو محل، كالمبيت ورمي الجمار وطواف الوداع. وهذا معنى قوله فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه، المشركين كانوا يفيضون أي من مزدلفة، أو كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس بازغة واضحة، ويقولون أشرق ثبير. أشرق ثبير هذا ثبير جبل في المزدلفة يكون من جهة المشرق، فينتظرون حتى تظهر الشمس من ورائه، فإذا ارتفعت الشمس فوقه حينئذ يفيضون إلى منى، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي حتى نغير إلى منى ونذهب وننتقل إليها. والمشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حج، ورأوا أنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر مكث يدعو طويلا حتى أسفر جدا، ظنوا أنه سيوافقهم في أفعالهم، فنفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل طلوع الشمس، بينما هم ينتظرون حتى تطلع الشمس وترتفع فوق جبل ثبير. هذا الحديث فيه دليل على أنه يستحب الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأن السنة أي سنة الكمال أن لا يدفع منها حتى يصلي الفجر فيها وتشرق جدا، أي وتسفر النور جدا، ويكون خلال هذه المدة منشغلا بالدعاء والإنابة لله عز وجل. وقبل أن ننتقل الحديث الذي بعده، لو نظرنا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لوجدنا أن أفعاله كلها أو كثيرا منها مبنية على التمهل ومبنية على عدم الاستعجال. ففي عرفة عندما يكون المرء متعبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة ويشد زمام ناقته، وفي المزدلفة عندما يذهب الناس مسرعين إلى منى يريدون أن يقضوا تفثهم ويريدون أن يتحللوا من إحرامهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فيصلي الفجر ثم يقوم داعيا حتى تسفر جدا، ثم يذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، ولم يسرع إلا في وادي محسر بقدر رمية بحجر. وهذا يدلنا على أن التمهل في الحج وعدم الاستعجال من أعظم المقاصد التي تدل على خشوع القلب وإنابة صاحبه. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا الحديث الذي أورده المصنف فيه إشكال في راويه، لأن المصنف قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد، والمعروف أنه إذا أطلق ابن عباس فإنما يقصد به عبد الله بن عباس. والحقيقة أن هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن
أسامة بن زيد وعن الفضل بن عباس قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردفهما، وأن كليهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. إذن فقوله عن ابن عباس إن كان يقصد عبد الله بن عباس كما هو ظاهر هذا اللقب بالبنوة للعباس، فيكون الحديث ليس من حديث عبد الله وإنما من حديث أخيه فيكون خطأ. وإن قصد الفضل فإنه في الحقيقة إتيان بغير اللقب المشهور عن فإن المشهور بهذا اللقب إنما هو عبد الله لا الفضل. هذا الحديث فيه أن الفضل وأسامة حينما كانا رديفين للنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، أي من حين خروجه من المزدلفة مفيضا إلى منى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا الحديث فيه من الفقه بعض المسائل، منها أنه استحب التلبية عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة وعند النفر من مزدلفة إلى منى، فقد حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل ملبيا. الأمر الثاني أنه استحب الجهر بالتلبية لأنهما كانا رديفين للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعا تلبيته، فدل على جهره صلى الله عليه وسلم بها. وأنتم تعلمون أن العلماء لما ذكروا الجهر قالوا إنه درجات، بل إن الصوت درجات، فأقله في الآدميين، ويجب هذا القيد المهم، أقله في الآدميين تحريك اللسان والشفتين، ثم أعلى منه أن يسمع نفسه. وجعلنا هذه درجتين لما؟ لأن القراءة في الصلاة للفاتحة وفي الأذكار الواجبة كالتسبيح ودعاء الاستغفار المذهب أنه لا بد أن يأتي بالدرجة الثانية أن يسمع نفسه. والرواية الثانية وهي الأقرب اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، بل يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه، لأن هذا أقل ما يسمى به الفاعل قد أتى بالحرف والصوت وقد تكلم. الدرجة الثالثة هو أن يجاوز سماع نفسه لكي يسمع من بجانبه، وهذا قريب أو وسط بين الجهر والمخافتة. ثم يليه أن يجهر حتى يسمع من بجانبه ولو بعد، ثم الرفع الشديد الذي يكون في الأذان وفي نحوها من الأمور ومنها بعض الأدعية، وكله داخل في معنى الجهر. الدرجتان الأخيرتان كله داخل في مسمى الجهر. من فقه هذا الحديث أيضا أن التلبية مشروعة من حين الإحرام كما تقدم معنا في حديث جابر، وأنها تستمر إلى حين الشروع في التحلل. فإن كان المرء حاجا فإن أول الأفعال التي يتحلل بها هو رميه جمرة العقبة، إذ التحلل يكون بثلاثة أمور كما سيأتينا، أحدها رمي جمرة العقبة، والثاني الحلق، والثالث الطواف بالبيت، وأولها فعلا ندبا إنما هو رمي جمرة العقبة. فحينئذ إذا شرع في التحلل وأوله رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية. وظاهر تعليل الفقهاء أنه إذا قدم شيئا على رمي جمرة العقبة من الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل أنه يقطع التلبية عندها لأنه شرع في التحلل، هذا ظاهر تعليلهم، وإن لم أقف على نص لهم في ذلك. وأما إن كان المرء محرما بعمرة فإنه لم يزل ملبيا حتى يشرع في التحلل كذلك. ومتى يكون شروعه في التحلل؟ المذهب عند المتأخرين أنه يستمر بالتلبية إلى أن يرى البيت، فإذا رأى الكعبة وقف ولم يلبي. والرواية الثانية أنه يبدأ أنه يستمر على التلبية إلى أن يبدأ بالطواف، وأول المندوبات في الطواف أن يأتي إلى الحجر فيستلم الحجر، فإذا استلمه وقف. والفرق بينهما من حيث المناط واحد وهو الذي ذكرت لكم قبل قليل، وإنما فقط في قضية ما هو المناط، فيكون هذا من باب تخريج المناط لا من باب التحقيق، إذ التحقيق متفق. إذن هذا الحديث دلنا على أن التلبية مستمرة إلى حين ابتداء الرمي، وابتداء الرمي هو أول أفعال التمتع أفعال التحلل عفوا، وذكرت التفريع لكم في ما ينبني على أنه أول أفعال التحلل. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه من فعله، وقد حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه، أو جاء عن عبد الله بن مسعود ونقله عنه تلميذه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وكثير من أصحاب ابن مسعود كانوا من النخع من أهل الكوفة. ذكر عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة. المراد بالجمرة الجمرة الكبرى، لأن هذه الصفة لا تتحقق إلا في الجمرة الكبرى وهي الثالثة، وأما الصغرى وهي الأولى أو الوسطى وهي الثانية فإن لها صفة أخرى ستأتي بعد قليل في حديث ابن عمر. قال ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. مر معنا في درس الأمس أن جمرة العقبة سميت جمرة العقبة لأنها بجانب جبل، فهي في سفح جبل. طيب، كان المرء إذا أراد أن يرمي هذه الجمرة فلا بد أن يلتف على الجبل فيرميها من تلك الجهة، وأما رميها من علو فلأهل العلم فيه قولان كما تقدم معنا، والمعتمد في المذهب أنه يجوز رميها من علو لكنه خلاف الأولى، لأن ابن عمر رضي الله عنه رماها من علو لكنه خلاف الأولى. سأشرح حديث ابن مسعود بناء على أن الجبل موجود، ثم بعد ذلك سأتكلم ما الذي حدث بعد إزالة الجبل. طبعا هو جبل ليس بالكبير، جبل صغير. السنة في رمي الجمار الثلاث أن المرأة يستقبل القبلة، ففي الوسطى والأولى استقبال القبلة سهل لأنها تلة، وسأشرح كيف تكون الجمار بعد قليل. وأما جمرة العقبة فإنه إذا جعل الجمرة أمام وجهه والقبلة أمام وجهه فلا يتحقق له ذلك، إذ سيكون الجبل بينه وبينها، فحينئذ يفعل كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل البيت عن يساره، ويعني بالبيت مكة وليست الكعبة، أي مسامتة الكعبة، لأن المسامتة ليس بواجب في جميع ما كان من باب الجهات، فيجعل مكة القديمة أو المسجد الحرام عن يساره ويجعل منى عن يمينه، فإذا فعل ذلك كانت الجمرة استقبال وجهه. إذن هذه الحالة الوحيدة التي لا تكون القبلة في مقابل رامي الجمرة في نفس الوقت مع وجود الجمرة أمامه، لأنه لا يمكن أن يستقبل الجمرة ويستقبل الكعبة معا. وضح الصورة الآن؟ طيب، انظروا معي، هناك قولان لفقهائنا كيف ترمى جمرة العقبة بناء على هذا الحديث. القول الأول، افرضوا أنني هكذا جالس، أن أنتم أمامي الجمرة، الجمرة تكون أمامي ومنى تكون عن يميني ومكة أو المسجد عن يساري. ظاهر الحديث، نبدأ بظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه إذا جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فإنه يكون مستقبل القبلة، وهذه رواية في المذهب وهو ظاهر الحديث، واختار هذا الظاهر جمع من فقهاء المذهب ومنهم يعني أظن الزركشي وغيره. أما المشهور عند فقهاء المذهب فإنهم يقولون يفعل هذا الفعل، يكون بهذه الجهة ثم يلف وجهه جهة القبلة ويجعل الجمرة جهة حاجبه الأيمن لكي يتحقق له أنه استقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه متقدمة قليلا ثم يرميها بهذه الصفة. وضحت؟ إذن المذهب أرادوا أن يحققوا معنى وهو استقبال القبلة الذي سيأتي بعد قليل في حديث ابن عمر جمعا بينه وبين صفة جمرة العقبة. قلت لكم هذا المذهب، لكن الزركشي وجمع من محقق المذهب قالوا لا، بل لا يمكن أن يكون جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه إلا وقد استقبل الجمرة بوجهه ولم يجعلها على حاجبه الأيمن. دليل المذهب في هذه المسألة، لماذا جاءوا بهذه المذهب؟ قالوا لأن حديث ابن مسعود هذا جاء فيه لفظ عند الترمذي
زيادة لما ذكر أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، زاد الترمذي واستقبل القبلة، أي بعدما جعلها بهذه الصفة انحرف فاستقبل القبلة ثم رمى جمرة العقبة، فأخذ فقهاء المذهب بالزيادة التي عند الترمذي. وأما الرواية الثانية فقالوا لا، نعمل بما ثبت في الصحيح فإنه أظهر في الدلالة. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحا، أي بعد طلوع الشمس، لأن الضحى يصدق على الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس، وقد سبق معنا أن هذا هو وقت الندب، ومر معنا ذلك في درس الأمس، ويجوز رمي قبلها كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما بعد ذلك، أي بعد يوم الضحى، فإذا زالت الشمس. هذا الجملة تدلنا على أن الرمي للجمار في أيام التشريق وهو 11 و12 و13 للمتأخر أنه لا يجوز قبل الزوال، لأن القاعدة عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج مخرج البيان للواجب تكون واجبا. انظر لهذا القيد المهم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج بيانا للواجب تأخذ حكمه فتكون واجبة، وإذا كانت بيانا لمندوب فتأخذ حكمه فتكون مندوبة. وهنا قد تقرر عندنا أن رمي الجمار واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بصفة لم يغيرها، فقد كان في كل أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال، بل جاء في بعض الأحاديث أنه كان ينتظر هو وأصحابه حتى تزول الشمس، مما يدل على أن زوال الشمس مقصود، ولم يأذن لأحد، لا لمتعجل ولا لضعيف ولا لغيره، بأن يرمي قبل الزوال، فدلنا ذلك على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا هو المعتمد في المذهب وقول جماهير أهل العلم. هناك رواية في المذهب أنه يجوز الرمي يوما واحدا قبل الزوال، وهو يوم النفر، سواء نفرت في اليوم الأول أو في اليوم الثاني. أيام النفر يومان، النفر الأول والنفر الثاني، فمن نفر في اليوم الثاني عشر فيجوز له أن يرمي قبل الزوال، ومن نفر في اليوم الثالث عشر يجوز له الرمي قبل الزوال لأجل الحاجة. وعليه حمل الأثر المحمول عن عطاء رضي الله عنه، لأنه اختلف عن عطاء فمرة قال بالجواز وعدمه، فحمل الجواز على هذا. وهذه الرواية ذكرها الزركشي وكأنه مال إليها أيضا في شرحه للخرقي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنا نسيت بالنسبة الآن الوضع الحالي لجمرة العقبة كيف ترمى. قلت لكم بالأمس أن الجبل لما أزيل، جلسنا فترة ودركت هذا، كان هناك جدار يجعل من جهة الجبل، فكانت هي الجمرة الوحيدة التي كان حوضها ليس تاما وإنما بجانبه الجدار، ثم أزيل هذا الجدار، لأن فقهاءنا يقولون يجوز الرمي من فوق الجبل أو من هذه الجهة، وإنما وضع مراعاة لخلاف بعض أهل العلم في المسألة، ثم أصبح الرمي من جميع الجهات. نقول هنا عندنا أمران، انتبه لهذه المسألة. عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل الكعبة عن يساره أو القبلة عن يساره، وعندنا المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجمرتين الأخريين وهو استقبال القبلة. في جمرة العقبة لم يكن يمكن استقبال القبلة بالوجه عند استقبال الجمرة إلا بالهيئة التي ذكرها فقهاء المذهب، إذا جعلها على حاجبه الأيمن ثم رمى بهذه الطريقة. في الوقت الحالي يمكن استقبالها لما أزيل هذا الجبل، فهل نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم نقدم المعنى؟ هذا محتمل، وما زال أهل العلم يترددون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت معللة، وقد نشير لها إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر حديث عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو نص
في عدد من المسائل المتعلقة برمي الجمار. يقول ابن عمر رضي الله عنه أو فعله وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، فعله ابن عمر وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الجمرة الدنيا أي الجمرة الأولى وهي الصغرى، لأن الخارج من منى الجمرة الأولى هي أول ما يقابله وهي الصغرى، ثم الثانية وهي الوسطى، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة تكون الأخيرة وهي أقرب الجمار إلى مكة. هذا هو ترتيب الجمار كما تعلمون جميعا. وفعل ابن عمر رضي الله عنه إنما كان في أيام التشريق، لأن يوم العيد ليس فيه إلا جمرة واحدة كما تعلمون ترمى، وإنما الرمي للثلاث إنما هو في أيام التشريق. قوله يرمي الجمرة الدنيا، ما معنى رمي الجمار؟ ما هي الجمار التي ترمى؟ الذي يرمى ما هو المرمي؟ الذي يرمى هو في الحقيقة تلة وجبل صغير. هذا الذي يرمى رماه إبراهيم عليه السلام عندما تراءى له الشيطان فيه، ثم أصبح بعد ذلك نسكا وشرعه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلم. لم يكن في ذلك الوقت حائط مبني ولا يوجد شاخص فوقه، ولكن لما شبت الأرض ونمت، وأهل العلم يقولون إن الأرض تشب كما أن الصبي يشب ويطول، واذهب إلى الأحياء القديمة عندنا هنا في الرياض ستجد أن بعض البيوت تحت الشارع ارتفعت الشوارع عليها فالأرض تشب، فلما شبت الأرض وارتفعت ما تسفيه الرياح وغيرها من الأشياء التي تأتي، جعل الناس حد هذا الجبل الذي يرمى حجارة، جعلوا عليه حجارة، ثم ما زالوا يبنون على هذه الحجارة كلما ارتفعت حتى أصبحت دائرة كاملة مرتفعة، وكان المحل الذي يرمى أسفل منها. إذن الذي يرمى هو الجبل، ثم بعد ذلك جعل الناس عليه هذا الحائط أو هذا الطوي فأصبح مكان الرمي بعد ذلك. ثم لما اختفى الجبل مع مرور الأيام لأنه صغير جدا، جعلوا عليه شاخصا أي عمودا ليراه البعيد ويعرف أن هذا الذي يرمى دون غيره. ينبني على ذلك أن نعرف مسألة مهمة، أن العلماء يقولون الذي يكون به الرمي إنما هو الحوض، فمن رمى حجارة فسقطت في الحوض فإن رميه صحيح، ومن رمى الشاخصة وسقط خارج الحوض فإن رميه غير صحيح، فإن سقطت في الحوض من غير أن تصيب الشاخص فصحيح كذلك. إذن العبرة بسقوطها في الحوض وليست العبرة بالشاخص، فإنما الشاخص إنما هو علامة لا أثر له. طيب ما الذي حدث الآن؟ وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرفها. ما الذي حدث؟ قد يقول بعض الإخوان إن هذا الحائط الذي أحيط قديما وهو الطوي لو قارنته بالجمار الحالية لوجدته أصغر بكثير من المحل الحالي، فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه ما زال الطوي القديم موجودا إلى الآن، ورأيته أكثر من مرة في أيام الإنشاءات وبعدها، ما زال الطوي القديم الحجارة القديمة رأيتها ما زالت موجودة، لكنها أصبحت أسفل الأرض تحت في الدور الذي أسفل الدور الأرض ويسمى دور القبو أو يسمى ممر السيارات، بل تحته. ثم جعل له كعنق حتى ارتفع، فأصبح بعد ذلك جميع الأطباق الأدوار الأربعة هي فوق الطوي القديم والجبل القديم والتلة التي جعل عليها هذا الحائط. فالقديم ما زال كما هو، لم يغير بالبناء القديم، وإنما جعلت عليه كهيئة باللهجة الدارجة المحقان الذي يغير به الزيت. تعرفون اللي يغير به زيت السيارات شو نسميه؟ شيء في اسم ثاني له، القمع. نعم اسم القمع أجمل، القمع هكذا، فأصبح كهيئة القمع. وذلك كله يصب في الطوي القديم والحائط القديم، ثم تأتي آلات الشفط فتبعده مكانا بعيدا ليأخذ الحجارة الكثيرة. لم يتغير شيء، الطوي القديم هو هو في مكانه، لم يتغير، فلم يزد فيه يعني ولا سنتي واحد عن القديم، بل الحجارة هذه لها مئات السنين إن لم يكن لها فوق الألف. إذن هذا ما يتعلق بالجمرة المرمية. الأمر الثاني قوله كان يرمي، لا يجزئ في الجمار إلا الرمي، وبناء عليه فلو وضع الحجارة وضعا لم يصح، بل لا بد من الرمي، لا بد من فعل الرمي. وأكمله كما فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي حتى يظهر بعض بياض إبطيه، فيرمي رميا مجتهدا فيه. المسألة الثالثة في قوله سبع، قوله سبع
متعلق بالرمي ومتعلق بالحصيات. كونه متعلقا بالرمي مهم، فلو أن امرأة أتى بسبع حصيات ورماها رمية واحدة نقول لم يجزئه، واعتبرت رمية واحدة وكأنها حصاة واحدة، فالسبع متعلق بالرمي ومتعلق بالحصيات كذلك. ولذا قالوا إنه لا بد أن يرمي سبع حصيات، فلو رمى حصاة واحدة وأعاد رميها أكثر من مرة لم يجزئه، بل إنهم قالوا في المشهور إن الحصاة إذا رمي بها صارت كالماء المستعمل فلا يصح الرمي بها مرة ثانية، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية أنه كما قلنا إن الماء المستعمل يصح الوضوء به، فكذلك أيضا يصح الرمي بالحجارة المرمي بها. المسألة الأخيرة في قوله حصيات، وهو جمع حصات، هذه الحصيات لها شرط ولها سنة. أما شرطها فأن تكون حجرية، ولذلك يعبر الفقهاء يقولون شرطها الحجرية، بأن يكون المرمي به حجرا، أو فيما معنى الحجري مما يلحق بالحجر مما ذكروه. فقد ذكروا مثلا أن من رمى بعض المعادن التي تشبه الحجارة تأخذ حكمه، لأنها قد تكون مختلطة بالحجارة. طيب، فإن رمى شيئا ليس حجريا كزجاج ونحوه فإنه لا يجزئه، بل لا بد أن يكون حجريا، هذا الواجب. المستحب ما مر معنا أنه لا بد أن يكون، أو يستحب أن يكون مثل حصى الخذف، وبناء عليه فلو زاد حجمه فرمى بحجارة كبيرة نقول أجزأه، لكن خلاف السنة لوجود الشرط وهو صفة الاستحباب. قوله يكبر على إثر كل حصى، هذا يدلنا على أنه استحب التكبير مع كل حصاة مع الرمي، أي حال الرمي. قال ثم يتقدم، أي بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى تقدم، والعلة في ذلك قالوا حتى لا يصيبه الحصى فيتأذى به، ونعلله علة أخرى لكي لا يؤذي غيره بالزحام، فهي فائدة له وفائدة لغيره. قال ثم تقدم حتى يسهل، أي حتى يذهب إلى أرض سهلة، وهم إذا أرادوا أن يقولوا ذهب إلى مكان منخفض قالوا أسهل، وإذا أرادوا أن يقولوا ذهب إلى مكان مرتفع قالوا أنجد، فالارتفاع إنجاد والنزول للانخفاض إسهال، بمعنى الأرض السهلة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان منخفض ليس فيه الناس يستطيعون الرمي، فهو بعيد عن الناس، فقام فيه ودعا. قال فيقوم مستقبل القبلة، أي عندما ابتعد عن الجمرة، فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه، وهذه من المواضع التي يستحب فيها إطالة الدعاء مع رفع اليدين. ومر معنا أكثر من مرة أن صفة رفع اليدين أربع صفات، أولها أن تكون الكفان قبل الوجه وقبل السماء، بحيث أنها تكون هكذا عند الصدر، وبطن الكفين قبل وجهه وقبل السماء. الحالة الثانية أن يكون بطن الكفين قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء بهذه الصورة، فيجعلهما قبل وجهه فيكون بصره أمامه. الصورة الثالثة من الدعاء قالوا أن يجعل بطن كفيه إلى السماء وظهورهما إلى وجهه، بحيث أنهما يرفع كفيه فوق رأسه، وهذه الصفة الثالثة في رفع اليدين بالدعاء. وهذه الصفات الثلاث كلها من أدعية الرغبة، أي إذا طلبت من الله عز وجل شيئا ورفعت يدك فارفعه بهذه الصفات الثلاث. وقد جاء في الأثر دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهور الأكف. الصورة الرابعة هي صورة الدعاء الرهبة، إذا خفت شيئا فإنك تدعوه بظهر الأكف، بأن تجعل ظاهر الكف، هذا يسمى ظاهر الكف، بأن تجعل ظاهر الكف قبل السماء وبطونهما قبل وجهك على هذه الصورة، فتدعو فتقول يا ربي يا ربي. إذن هذه صور رفع اليدين أربع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تأتي بأي منها فتأتي بالصورة الخامسة التي جاءت في حديث ابن عباس، وهو أن تشير بإصبع كما عند أبي داود. قال ثم يرمي الوسطى، أي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال. قوله ثم يأخذ ذات الشمال يدلنا على أنه إذا السنة لمن رمى الجمرة الصغرى أن يجعلها عن يساره
ويذهب يمينا ويستقبل القبلة ويدعو، وإذا رمى الوسطى جعلها عن يمينه وأخذ ذات الشمال، يعني يأخذ ذات الشمال وجعل الجمرة عن يمينه وتقدم قليلا مع ذات الشمال. فالأولى يبدأ باليمين يأخذ ذات اليمين وتكون الجمرة عن يساره في الدعاء، والثانية يذهب اليسار ويجعل الجمرة عن يمينه. لماذا هذه الصفة؟ لأن جمرة العقبة إنما تؤتى من الجهة التي تكون من ذات الشمال، فناسب أنه إذا خرج من الجمرة الوسطى أن يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال. قال فيسهل، وعرفنا معنى يسهل، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقف طويلا، وهذا يدلنا على استحباب ما ذكرناه قبل قليل. قال ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. هذه مسألة مهمة، وهو قضية رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. ذكرت لكم في الأول أن العقبة خلفها جبل، ورميها له حالتان: إما أن يأتيها من بطن الوادي وهذا هو السنة، والحالة الثانية أن يرميها من فوق جبلها، والمذهب أنه يجوز الرمي من علو، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يأتيها من بطنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسدلوا على ذلك أن ابن عمر لما زحم رماها من علو فأصاب الجمرة. إذن فالإتيان من بطن الوادي إنما هو سنة. هل يقال الآن أن الإتيان من بطن ما يحاذي بطن الوادي سنة أم ليس بسنة؟ الأمر محتمل، فإن قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم معلل فنقول إن الإتيان بطن الوادي إنما كان لأجل وجود العقبة وقد زالت العقبة، وإن قلنا نأتي بالصورة كما هي فإنه نأتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونأتيها من ذات الشمال ونأتي بالمكان الذي جاء منه عليه الصلاة والسلام. قال ولا يقف عندها، هذا يدلنا على أن الجمرة الثالثة لا دعاء بعدها، سواء في يوم النحر أو في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر لمن لم يتعجل. قال ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق مسألة مهمة استدل به الفقهاء على أنه يجب الترتيب في رمي الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذه الأفعال قال لتأخذوا عني مناسككم، وبعض رواة الصحيح نطقوه لتأخذوا بفتح اللام، وذكر بعض الرواة أن هذا النطق بفتح اللام هو الأشهر عندهم، ولكن كلاهما ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرواية والنقل لتأخذوا ولا تأخذوا، فتكون إما أمرا وإما تعليلا لاما من باب التعليل لتأخذوه. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. هذا الحديث أيضا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا القول إنما كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية حينما أحصر عليه الصلاة والسلام، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس الدعاء هناك خاص بالصحابة فقط، وليس خاصا بالمحلق للإحصار، وإنما كل من حلق أو قصر لأجل النسك. اللهم ارحم المحلقين، المراد بالحلق هو إزالة الشعر بالكلية حتى لا يبقى شيء يزال به، وسنتكلم عنها بعد قليل. قال والمقصرين، أو قالوا والمقصرين، قالوا يعني تكلم العلماء في بيان المبهمات، من الذين قالوا؟ لهم كلام طويل جدا في المبهمون في الأحاديث، ومن أشهر من ألف فيه محمد بن طاهر القيسراني، وقبله الخطيب البغدادي، ألفوا كتبا في المبهمين في رواة الأحاديث من الصحابة. منهم قيل إن الذين قالوا ذلك قيل إنهم عثمان بن عفان وأبو قتادة، لأن الصحابة كلهم كما نقل ذلك ابن سعد في الطبقات كلهم قد حلق رأسه إلا عثمان وأبا قتادة فإنهما قصرا، قالوا والظن أنهم أرادوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قوله قالوا والمقصرين يا رسول الله، الواو هنا يسميها العلماء بالتلقينية، ويسمى العطف التلقيني، أي قل يا رسول الله وارحم المقصرين، وهذه جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي أئمة.
قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة أي بعدما دعا مرتين والمقصرين، أي اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. فالأولى قال اللهم ارحم المحلقين، الثاني قال اللهم ارحم المحلقين، الثالث قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث أصل في أن الحلاقة أو التقصير نسك، ووجه الاستدلال في ذلك قالوا، وهذا وجه الاستدلال ذكره القاضي عليه رحمة الله، قال لولا أن الحلاق نسك لما استحقوا لأجله الدعاء، ما استحقوا الدعاء لو لم يكن نسكا، لأن القول الثاني الذي نقل أنه استباحة وليس نسكا، والاستباحة فعل شيء يستباح به فليس عبادة فلم يكن نسكا، وهذا هو المجزوم به. بل إن شيخ تقي الدين عليه رحمة الله قال لا يصح أن ينسب لمذهب الإمام أحمد قول فيه أن الحلاق استباحة، وإنما هو وجه واحد وقول واحد في المذهب أن الحلاق نسك. وهذه مسألة مشهورة جدا، وهي قضية نفي الخلاف في المذهب. قد يوجد خلاف ثم ينفى، هذا النفي يدل على تحقيق في المسألة، وله قواعد في نفي الخلاف. هذا نفي الخلاف بعد وجوده في قواعد له، ومن أكثر الذين شهر عنهم نفي الخلاف ابن أبي موسى في الإرشاد، له قواعده الخاصة به، ومنهم جماعة يعني ليس هذا محل ذكرها. نعم، من فقه هذا الحديث كذلك ما دل عليه ظاهر الحديث أن الحلاق أفضل من التقصير، وهذا واضح. من فقه هذا الحديث كذلك أن الحلاق أو التحليق لا يكون إلا لمن له شعر، فمن لا شعر له فلا حلق ولا تقصير، وهذا هو المذهب. فإن من لا شعر له إما لكونه أصلع أو لكونه حديث عهد بحلاق فإنه يسقط عنه هذا النسك بالكلية للعدم، ولا نقول إنه يمر الموسى على رأسه فيسقط عنه النسك بالكلية. كما أن من فقه هذا الحديث أن تسمية الفعل الحلاق للشعر يدلنا على أنه لا بد من حلاق جميع الشعر وعدم الاكتفاء ببعضه، لا نقول يؤخذ ربعه ولا عدد من الشعرات، بل لا بد من حلاق جميع الشعر. ومثله يقال أيضا في التقصير، فلا بد من تقصير جميع الشعر. أيضا من سنن الحلاق ما ذكره العلماء أنه يستحب أن يبدأ بيمين رأسه قبل شماله، ويجوز له أن يحلق نفسه، ويجوز له أن يوكل غيره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحلقين، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل والموكل لغيره محلقا، فدل ذلك على أنه لا أثر له. بل إنه يجوز أن يوكل على المعتمد المذهب، يجوز له أن يوكل من لم يتحلل، فالمحرم يجوز له أن يحلق غيره لأن هذا نسك وهو مأذون به شرعا، فدل على جوازه. إنما ممنوع المحرم من أن يحلق شعر غيره إذا كان لا يجوز حلقه حينما لم يكن نسكا. من لطائف هذا الحديث ما أشار إليه الوزير أبو المظفر بن هبيرة، وهذا من أئمة الفقهاء والمحدثين عليه رحمة الله، وهو من كبار فقهاء المسلمين، وكتابه من أعظم الكتب وهو كتاب الإفصاح. هذا الكتاب ذكر فيه إشارة، وهي يسمى التفسير الإشاري، وتعلمون أن التفسير الإشاري لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبول بشروط، ليست على إطلاق التفسير الإشاري كما يفعله بعض الخرافيين. وقد جاء التفسير الإشاري عن بعض السلف، ولكنه له شروط كثيرة جدا. ذكر تفسيرا إشاريا جميلا، فقال إن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المحلق مقدم على المقصر، وأن المحلق يتناول معناه المرتفع، والمقصر هو المقصر في الفعل. فكل من كان محلقا في فعله في طلبه العلم مثلا وفي اجتهاده في قيام دخل في هذا الدعاء، وأما المقصر ما دام صادقا عليه اسم الإيمان والإسلام فهو داخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له مرة، وغيره داخل في عموم الثلاث. وعلى ذلك فهذا التفسير الإشاري يدل على أن كل محسن في شيء من العبادات محلق فيه فإنه يرجى له الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلم عند الله عز وجل.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، ووقوفه هذا كان في يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم هو أعظم الأعمال تفعل فيه، بل أكثر الأعمال تعمل فيه، فالطواف والحلاق والرمي والمبيت وغيرها من الأعمال تفعل في هذا اليوم. قال فجعلوا يسألونه، أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، فقال رجل، أي من الأسئلة التي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قول الرجل لم أشعر اختلف أهي ثابتة في الحديث أم لا، وقد ذكر الإمام أحمد فيما نقل عنه أظن إسحاق بن منصور أنه قال إن شعبة لم يذكر هذه الزيادة وهي لم أشعر، قال ولكن مالكا والناس يروونها عن الزهري وهو في الحديث، فجزم الإمام أحمد أن هذه الزيادة في الحديث. هذه الزيادة ينبني عليها الخلاف في المذهب على روايتين، أن هل ترتيب الأعمال في الحج في يوم الحج وهي الأعمال الثلاثة والأربع، هل من تركها متعمدا قاصدا عليه دم أم لا؟ هناك رواية في المذهب أن عليه الدم، واستدلوا بظاهر هذه الزيادة وهي كلمة لم أشعر، والرواية الثانية أنه ليس عليه دم، ووجهوا رواية لم أشعر بأنها من الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الحكم، كقول أبي هريرة بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه بكونه أعرابيا لا أثر له، فهو وصف طردي لا ينعكس، ومعنى ذلك أنه لا أثر له في العلية، فحينئذ قال لم أشعر ليس بلازم. قالوا وقد جاء أيضا في بعض الألفاظ كما ذكرت لكم أنه ليست فيه ولم أشعر، فدل على أنه جائز مطلقا. قوله فحلقت قبل أن أذبح يدل على أن الحلاق يجوز قبل الذبح النحر، فقال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي أي جمرة العقبة ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، قوله يومئذ أي يوم النحر، ولذلك ذكر فقهاؤنا أن هذا الحديث إنما هو خاص بأعمال يوم النحر هي التي يجوز التقديم فيها والتأخير، وما عداه فلا يدخل فيه هذا العموم. قوله قدم ولا أخر، التقديم والتأخير ينظر له بجهتين، إما باعتبار الترتيب وإما باعتبار الزمان، فباعتبار الترتيب يجوز تقديم الرمي على الطواف والطواف على الحلاق وهكذا من الأمور الأربع الواردة فعلها في هذا اليوم، هذا يسمى التقديم والتأخير في الترتيب أيها الأول. والتقديم والتأخير زمانا أي أن تؤخر بعض أفعال يوم النحر إلى وقت بعده، فيجوز المرء أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني وهو يوم الحادي عشر أو الثالث وهو الثاني عشر، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. ومن الأمور التي تدخل في التأخير أن بعض ألفاظ هذا الحديث جاءت أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فرميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، فهذا من باب التأخير في الزمان. لكن ما معنى أمسيت؟ المعتمد أن المراد بأمسيت أي بعد الزوال. قالوا لأن أحمد قال إن أهل مكة يقولون بعد الزوال كيف أمسيت، وقبل الظهر يعني قبل الزوال يقولون كيف أصبحت، وما زال عادة العرب عليه إلى وقتنا هذا، الضحى تقول لصاحبك كيف أصبحت، إذا سلمت عليه بعد الظهر تقول كيف أمسيت، فالعرب تسمي ما بعد الزوال مساء. ومن ذلك أخذ فقهاؤنا أن رمي جمرة العقبة يمتد وقتها إلى غروب الشمس لقوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال، وأما الليل فليس محلا للرمي، فإن لم يرمي في النهار أجل الرمي إلى نهار اليوم الثاني. والرواية الثانية في مذهب أحمد وعليها الفتوى أن قوله بعدما أمسيت يشمل ما بعد الزوال وما بعد غروب الشمس، وعلى ذلك فيجوز الرمي حتى بعد غروب الشمس.
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. نعم، هذا حديث المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، أي يحلق رأسه، وأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك. الحقيقة أن إرادة هذا الباب في هذا المحل فيه نظر وتأمل، ولا يصح إراده هنا، وإنما يؤجل هو الأنسب. وسبب ذلك أن حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه إنما كان في صلح الحديبية وليس متعلقا بأفعال الحج، فالأنسب تأجيله إلى الحديث عن أحكام الإحصار، وسيأتينا إن شاء الله في باب مستقل. وعلى العموم، فحديث المسور بن مخرمة يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى يدلنا على وجوب ذبح هدي الإحصار إلا من اشترط كما سيأتي إن شاء الله، فقد أمر أصحابه بذلك، أي أمرهم بالذبح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك يدل على متجه الأمر إلى الذبح وليس للحلق، لأن الحلق عندنا كما سيأتي هو سنة. إذن أمرهم، الأمر عائد لماذا؟ للذبح، لأن الحديث يحتمل أن الأمر يعود إلى ثلاثة أشياء: إما للذبح، وإما الحلق، وإما تقديم الذبح على الحلق، لأنه قال نحر قبل أن يحلق. ولكن نقول إن الأمر متجه للنحر فقط دون ما عداه. المسألة الثانية في قول المسور إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق حال إحصاره عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا إن شاء الله أن الحلاق للمحصر ليس بواجب، وعلى ذلك فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب فعل الواجب، وإنما معنى ذلك أنه نحر ثم تحلل، فالحلاق هنا ليس نسكا وليس واجبا، وإنما هو تحلل، وبذلك تتضح الأحاديث وتجتمع ولا تفترق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ينبني عليه من الفقه مسألة مهمة جدا، ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث، وتضعيفه لهذا الحديث ليس بدعا، فإن أبا داود لما روى هذا الحديث ضعفه، وأعل هذا الحديث بعلتين، وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. العلة الأولى وهي التي أعلها به أبو داود، أعله بأن حجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري، فحينئذ يكون منقطعا. والعلة الثانية في هذا الحديث أن حجاجا هذا متكلم فيه، والكلام فيه مشهور جدا، وهو أغلب أهل العلم على ضعفه، وإن كان حديثه صالح للاحتجاج ما لم يعارض غيره. لكن على العموم، هذا الحديث مع ضعفه وخاصة زيادة وحلقتهم التي سيأتي بعد قليل، فإنه قد تفرد بها حجاج بن أرطاة، إلا أن عامة أهل العلم على العمل به. وذلك يقول الترمذي رحمه الله تعالى، مع أنه لم يروي هذا الحديث لكن ذكر نصه، قال العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه يعمل به. وهنا نقف مع مسألة مهمة أريدك أن تعرفها في مسألة فقه الحديث، أن ليس كل حديث ضعيف لا يعمل به، وهذا معنى قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من القياس. بعض الناس يظن أنه إذا تعارض القياس والحديث الضعيف قدم الحديث الضعيف، لا، ليس هذا مراد الإمام أحمد، وإنما مراد الإمام أحمد أنه إذا توافق القياس مع الحديث الضعيف في الدلالة على حكم واحد، فأن أستدل بحديث ضعيف أحب إلي من أن أستدل بالقياس، وهذا يسمى الاستدلال الأثري. فإن أهل الأثر وأهل الحديث معنيون بالاستدلال بالأحاديث، وذلك يفرقون بين المحدثين وفقهاء أهل الحديث. وهناك صور من أحاديث الضعيف المجمع على العمل بها، فقد حكى الشيخ تقي الدين نحو من 4 مرات الإجماع على العمل بالحديث المرسل، والعلاء حكاه قول أكثر أهل العلم إلا بعض المحدثين الذين يقولون لا يعمل بالحديث المرسل، والمرسل حديث منقطع وهو أحد صور الضعيف. أنا قصدي من هذا أن بعض من إخواننا إذا رأى حديثا ضعيفا رماه أو رمى به عرض الحائط ولم يستدل به مطلقا، وإن وافقه قول
أكثر أهل العلم وعامتهم كما قال الترمذي، وإن وافقه قول كبار الصحابة، وإن وافقه أحاديث أخرى تدل عليه، وإن وافقه النظر الصحيح. وهذه المقدمة آتي بها لأن هذا الحديث عمد به فقهاؤنا واستدلوا بأحاديث أخرى سأدل على أنها تدل على معنى. هذا الحديث فيه إذا أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم، أي إذا رميتم جمرة العقبة في يوم النحر، هذا المراد، وحلقتم. الحلاق هنا طبعا زيادة وحلقتم هذه تفرد بها حجاج، وهي من الفاظ الضعيفة التي ضعفت في الحديث ولم يردها غيره. قال فقد حل لكم الطيب، الفاء هذه للتعقيب، أي لتعقيب الحكم على الفعل الأول وترتيب الحل، حل الطيب وغيره على هذه الأفعال دليل على أنه يحصل بها. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهو أنه استدل بهذا الحديث على أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وهو رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب التحلل الأول على فعل اثنين، والثالث وهو الطواف يتحقق به التحلل الأكبر وهو التحلل الثاني. وثبت في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه يجوز تقديم بعضها على بعض ويجوز تأخيرها عن يوم النحر، فدلنا ذلك على أن من فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل له التحلل الأول، وهو الذي يبيح له كل شيء إلى النساء كما سيأتي. الرواية وهذا القول هو المشهور المذهب، وهو الذي نص عليه أيضا الشيخ تقي الدين وغيره. هناك رواية في المذهب قوية جدا أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، بناء على أن زيادة وحلقتم في حديث عائشة ضعيفة، ولأنه جاء من حديث ابن عباس وغيره أن التحلل يحصل بالرمي فقط. ولكن قول أكثر أهل العلم وأنه لا بد من فعل اثنين من ثلاثة، وأن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلاق، قول هو الذي فيه الاحتياط، والإنسان في نسكه يسعى للاحتياط، والاحتياط يكون بفعل الأكمل والأكثر. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قوله حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، هذا معنى التحلل الأول، وهو أن يباح له كل شيء إلا النساء. وقد اختلف فقهاء المذهب ما المراد بقوله إلا النساء على قولين. فالمشهور من المذهب أن المراد بالنساء الوطء والمباشرة لشهوة بأي صور، المباشرة بشهوة سواء لمسا أو تقبيلا أو غيره، وعقد النكاح، فشمل ثلاثة أشياء: الوطء ومقدماته وهو المباشرة لشهوة بحائل أو بدونه، ومن ذلك أيضا عقد النكاح. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن المحرم إنما هو الوطء ومقدماته فقط، وأما عقد النكاح فليس من المحرم وهو الوطء، لأنه ملحق بالطيب. ولذلك يرى الشيخ تقي الدين أن الطيب مقدمة النكاح وليس مقدمة الوطء، أنه مقدمة النكاح، فإذا حل الطيب وهو مقدمة النكاح فلا أن يحل النكاح نفسه من باب أولى. هذه عبارة الشيخ بالنص، وجزم تلميذه بن مفلح أنها اختيار الشيخ. إذن الشيخ يرى أن عقد النكاح يباح بعد التحلل الأول، والمذهب لا، أنه محرم ولا يصح إلا بعد التحلل الثاني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، هذا الحديث فيه أن المرأة لا يشرع في حقها الحلق، وعللوا ذلك قالوا لأن الحلق في حق المرأة مثلة، وإنما يشرع لها التقصير. الأمر الثاني أنه يشرع لها التقصير، وصفته في حقها أن تأخذ مقدار أنملة، والتقدير بالأنملة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فأخذوا هذا التقدير منه، لأن القاعدة كما قال فقهاؤنا كثير ما يقولونها أي شيء مقدر نرجع فيه لثلاثة أمور: إما النص وإما اللغة، فإن لم نجد رجعنا إلى العرف. وهذا التقدير مقدار ما يقص من شعر المرأة أخذنا به بقول الصحابي، وهو قول ابن عمر لأننا لا نعلم له مخالفا، وعندهم أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، لكن الأخذ بمقدار الأنملة
هل هو على سبيل التحديد أم على سبيل التقريب؟ ذكروا أن ظاهر عبارة الخرقي أنه على سبيل التحديد فلا يجوز النقص عنها، والذي رجحه أبو محمد بن قدامة ومشى عليه المتأخرون أنه على سبيل التقريب، ولذلك قالوا تقص المرأة من ضفائرها مقدار أنملة فأقل، فيجوز لها أن تنقص عن أنملة، وهذا هو الأصح، لأن القاعدة أن أغلب المقدرات وليس جميعها، أن أغلب المقدرات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. صفة القص أنها تنظر بمقدار الأنملة أو أقل وتقصه، لأن بعض النساء تظن أنها تلف على إصبعها على أنملتها من شعرها ثم تقصه، هذا يكون أطول من الأنملة، لا الأنملة أو أقل من الأنملة فإنه يجوز قصه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة، بمعنى أنه لا يبيت في منى من أجل سقايته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. العباس كان له السقاية، وهذا الذي كان أيضا لبني هاشم، فكانت لهم السقاية أي سقاية ماء زمزم، وهذا الحكم سنتكلم أن المراد بالسقاية سقاية زمزم سأشير له بعد قليل. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة، يدلنا هذا الحديث على أن المبيت بمنى واجب، لأن تخصيص العباس رضي الله عنه بالإذن يدل على أن غيره لا رخصة له وليس بمأذون له، فدل على أن المبيت بها واجب، وهو من واجبات الحج وليس ركنا، لأن الركن لا يسقط بحال، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى عن السقاة والرعاة، فدل ذلك على أنه واجب وليس ركنا. الأمر الثاني، أن المبيت بمنى يختلف عن المبيت بمزدلفة، إذ المبيت بمزدلفة يصح ولو جزءا إذا كان بعد نصف الليل، وأما المبيت في منى فالمقصود به المكث بمنى أكثر الليل، والقاعدة عند فقهائنا أن المراد بالأكثر هو النصف والزيادة عليه ولو شيئا قليلا كدقيقة، ولا يفرقون بين أول الليل وآخره، فلو مكث النصف الأول أو النصف الأخير أو نصف في الوسط بينهما فإنه يكون حينئذ قد بات إذا زاد عليه دقيقة. الأمر الثالث، أن المبيت بمنى واجب كما ذكرنا أو كما ذكر العلماء أنه واجب، فإذا ضاقت منى بأهلها فهل يسقط الواجب؟ نقول لا يسقط، كصلاة الجماعة، وإنما يأخذ مجاوره حكمه. ألم نقل في الجماعة أنه إذا امتلأ المسجد لم تسقط الجماعة، وإنما يصلون مع الإمام إذا كانوا يرون المأمومين؟ نقول مثله في منى، فإن الحكم في منى متعلق بالزمان، وعلى ذلك فمن لم يجد مكانا في منى أو لا مكان له في منى فينظر أقرب مكان يكون فيه الحجيج متصلين بمنى، ويجوز له حينئذ المكث فيه ولو كان خارج منى. إذن فالعبرة بالاتصال، وهذه مبنية على القاعدة المشهورة أن الأمر إذا ضاق اتسع حكما واتسع مكانا واتسع كذلك زمانا. المسألة الثالثة في هذا الحديث، هذا الحديث يدلنا على سقوط المبيت عن السقاة والرعاة، وعندنا في سقوطه عن السقاة والرعاة أمران مهمان. الأمر الأول، أن المراد بالسقاة الذين يسقط عنهم المبيت هم سقاة زمزم فقط، وأما سقاة الماء غير زمزم فإنهم يكونون داخلين في أهل الأعذار، فيدخلون في عموم أهل الأعذار، وسنتكلم عن حكم أهل الأعذار وهل يسقط عنهم المبيت في منى أم لا بعد قليل. إذن نريد أن نصل المسألة، وهو أن المراد بالسقاة الذين يسقط عنهم المبيت في منى سقاة زمزم، نص على ذلك فقهاؤنا دون غيرهم، وأما غيرهم فهم ملحقون بأهل الأعذار وسيأتي الخلاف فيهم. المسألة الأمر الثاني، أن هناك فرقا في سقوط المبيت عن السقاة والرعاة، فإن السقاة والرعاة كلاهما لا يجب عليه أن يبيت بمنى ليلا
لكن إذا غربت الشمس عليهما وهما في منى فالسقاة يجوز لهم الخروج منها بينما الرعاة يلزمهم المبيت فيها، لأن الأصل في الرعاة إنما عفي عنهم لأجل أنهم يخرجون خارج منى لرعي غنمهم في المراعي القريبة من مكة وأطرافها. أما وقد باتوا جاء غربت عليهم الشمس وهم في منى فلا أثر لرعيهم، لأن الرعي إنما يكون في النهار فيلزمهم المبيت فيخرجون آخر الليل أو بعد طلوع الفجر. إذن الفرق بين السقاة والرعاة يجب أن تنتبه لهذه المسألة، وهو إذا غربت عليهم الشمس جاز للسقاة أن يخرجوا، وأما الرعاة فلا يخرجون فيلزمهم المبيت. ويجب أن تعرف أن السقاة المراد بهم سقاة زمزم. المسألة الأخيرة عندنا، أهل الأعذار عموما غير سقاة زمزم وغير الرعاة، ما حكمهم؟ ومن الأعذار سقاة الماء غير زمزم للناس، من الأعذار المرض، من الأعذار المهنة، وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا تسمى ذوات الأعذار. مشهور المذهب والمعتمد أن أهل الأعذار يجب عليهم المبيت، فإذا لم يبيتوا فيها لعذرهم وجب عليهم الدم مقابل تركهم المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للعباس وأذن للرعاة ولم يأذن لغيرهم، والقاعدة أن كل مستثنى من حكم كلي يكون على خلاف القاعدة والقياس، فإننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه. الرواية الثانية وهو رواية قوية جدا والدليل يدل عليها وعليها الفتوى، وهو الذي مال له الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في بعض كتبه، أن أهل الأعذار يلحقون بالسقاة والرعاة فيسقط عنهم المبيت، وهذا هو الأقرب في النظر والاستدلال، فإن المعنى في التخفيف عنهم موجود في غيرهم بل قد يكون أشد. فلو كان المرء مريضا في أيام التشريق ولم يستطع المبيت والانتقال إلى منى أو ما جاور منى لشدة الحمى عليه، فنقول قد سقط عنك المبيت ولا إثم عليك. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث عاصم بن عدي، وقد رواه عنه ابنه أبو البداح بن عاصم عن أبيه، وابنه يعني اختلف فيه ولكن الأقرب أنه ثقة، ولذلك لم يخرجه شيخان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، هذا الدليل على سقوط المبيت في منى للرعاة. يرمون يوم النحر أي أنهم يرمون يوم النحر فيحضرون النفرة مع المسلمين ويرمون يوم النحر. قال ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر، قال أنهم معنى ذلك كما شرحه مالك وغيره، معنى هذا الحديث أن اليوم الحادي عشر والثاني عشر يؤجلون الرمي فيه فيرمونه إما في اليوم الثاني عشر أو يرمونه في يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر، فيجوز لهم تأخير الرمي لليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة ذكرناها قبل قليل وهي سقوط المبيت عن الرعاة، وبينت لكم تفريق فقهائنا بين الرعاة والسقاة في الحكم في مسألة واحدة، وهو إذا أدركوا غروب الشمس وهم في منى هل يلزمهم المبيت أم لا. المسألة الثانية، هذا الحديث دليل على جواز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق، فيجوز للمرء أن يرمي في آخر أيام التشريق ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل قال فقهاؤنا يجوز تأخير الرمي كله حتى يوم رمي يوم النحر، فيجوز أن يؤخر رمي العاشر والحادي عشر والثاني عشر فيرميها جميعا مع يوم الثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بتأخير رمي يومين دل على جواز تأخير جميعه، ولكن إذا أراد رميها متأخرة فإنه لا بد فيها من الترتيب، فيبدأ برمي اليوم العاشر العقبة ثم يرجع فيرمي الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي الثالثة كذلك والرابعة أو اليوم الرابع وهو الثالث من أيام التشريق كذلك، فيلزم الترتيب عند فعلها مؤخرة، وهذا يصح أن يكون مثالا للواجب الموسع. فعند فقهائنا أن
جمرة العقبة من الواجب الموسع فيجوز رميه فيه، وأما الحلاق فلا حد له، فيجوز أن يحلق في شهر ذي الحجة وفي شهر الله المحرم وفي غيره. وأما الطواف بالبيت فإن الطواف بالبيت، طبعا الرمي قلنا واجب موسع إلى آخر أيام التشريق ولا يصح رميه بعده. وأما الطواف بالبيت فإن الطواف بالبيت فيه ثلاث روايات، قيل إلى نهاية أيام التشريق، وقيل إنه لا حد له وهو الذي عليه الفتوى وظاهر كلام المتأخرين، وقيل وهو الأقرب أنه إلى نهاية شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة من أشهر الحج وطواف الإفاضة من أفعال الحج. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، قوله يوم النحر أي اليوم العاشر. وهذه الخطبة ليست خطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في سفره مطلقا، فلا تشرع للمسافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ثلاث خطب خطبها في حجة الوداع، وقيل أربع، فالثلاث التي نقلت عنه أنه خطب يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وخطب يوم النحر وهو اليوم العاشر، وخطب كذلك يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر، هذه ثلاث في أثناء حجة. والخطبة الرابعة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب في اليوم السابع لما كان في مكة قبل أن ينتقل إلى منى في يوم التروية، فقد تقول إنها قبل الحج ولذلك لا تعد منها، وقد يقال إنها من خطبه صلى الله عليه وسلم في سفرة حجه. هذه الخطبة ذكرها العلماء واستحبوها، فقالوا يستحب الإمام أن يخطب المسلمين في يوم العاشر يذكرهم بأفعال الحج، وكذلك الخطبة التي بعد سنذكرها بعد قليل. هذه الخطبة تكون تعليما للجاهل وتذكيرا للناس. وهنا فائدة مهمة، وهو أن هذه الخطبة يكون فيها أمران: مواعظ وتذكير بالله عز وجل، ويكون فيها ذكر الأفعال. والأفعال نوعان: أفعال كأحكام وأفعال آداب كالحث على ذكر الله عز وجل. وهذا يدلنا على مسألة، وهو أن أحكام الحج تؤخذ من أهل العلم وتبين لهم، والفتوى العامة والخطبة العامة إنما تكون لمن كان عارفا لأحكام الحج. وقد ثبت أن خلفاء بني أمية رحمهم الله تعالى كانوا ينهون أن يفتي أحد في الحج إلا عطاء، لأن عطاء كان مكيا عالما بأحكام الحج وهو فقيه من فقهاء المسلمين. فلما مات عطاء رضي الله عنه ورحمه أمروا ألا يفتي بالحج إلا ابن جريج، عبد الملك بن جريج، وهو أيضا من كبار فقهاء مكة. وهذا يدلنا على أن الأمور العلنية في مكة وخاصة في الحج يجب أن لا يتصدر كل أحد لها، وعبرت بالعلنية لأنه ربما كان في بعض الحملات والبعثات مفتين من بلدانهم، وهذا أمر يتعلق بهم، فكل واحد يتدين الله عز وجل بما يراه باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ، وأما الأمور العامة فلا. وهذا يدلنا على مسألة أن مفتي الحج والذي يقوم بالإفتاء فيه ليس كغيره، وإذا نظرت في المناسك المكتوبة تجد أن الذي يكون من أهل مكة يكون أضبط من غيره في المناسك وأدق في الأحكام. فعلى سبيل المثال أن من فقهائنا اللبدي كان له منسك، لما جاء إلى مكة وجاور عدل فيه وزاد، فكان دقيقا فيما زاده قبل منسكه قبل سفره. ولذا أمس أرسل لي أحد الإخوان يقول: لماذا نقلت عن الشيخ كثيرا؟ الشيخ رحمه الله تعالى كان قد حج نحو من 50 حجة، وفي كثير منها يكون مفتي الحج، ولذلك فمثله ملحق بمن يؤذن له بالحج فيه. نعم، آخر حديث. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث حديث سراء بن نبهان رضي الله عنها، قيل إنه لا يثبت لها إلا هذا الحديث، وهذا الحديث روي بإسناد فرد نص على التفرد به جماعة كالعقيل في الضعفاء والطبراني وكثير من أهل العلم. وقد تفرد بهذا الحديث أبو عاصم النبيل عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن عن جدته سراء بنت نبهان، وقد أعل هذا الحديث بحفيدها الذي هو ربيعة بن عبد الرحمن، فبعضهم تكلم فيه من جهة جهالته كابن القطان،
ولكنه من طبقة كبار التابعين، والأصل في مثله أنه يحتمل حديثه. لذلك فإن المصنف تبعا للنووي قال إن إسناد هذا الحديث حسن. وابن عبد الهادي في حاشيته على أبل ليس في حاشيته بل في التنقيح، تنقيح على التحقيق، قال إن هذا الحديث إسناده صالح. قولها رضي الله عنه خطبنا يوم الرؤوس، المراد بيوم الرؤوس اليوم الثاني عشر، حيث أن الناس كانوا يذبحون هديهم وفي اليوم الثاني عشر يأكلون الرؤوس بعد ضبطها، وهو أوسط أيام التشريق. فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ هذه الجملة تدلنا على أن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أوسط. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان ذكرناها قبل قليل، وهو أن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، وفيه أيضا من الفقه أنه يستحب لإمام المسلمين أن يخطب الناس وأن يعلمهم في اليوم الثاني عشر وأن يعظهم بالأحكام. قالوا والأحكام التي تذكر في اليوم الثاني عشر هي أحكام التعجل والتأخر وأحكام الإفاضة وأحكام الوداع وما يقال عند الخروج، مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه كان يقول إن مما يستحب إكثار في هذا اليوم وهو يوم النفر الإكثار من هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى قيل إن الدعاء في هذا اليوم وهو اليوم الثاني عشر دعاء مستحب. ولذا فإن الإنسان يعظ الناس ويذكرهم إذا كان إمام المسلمين. الآن لا توجد هذه الخطبة لأن هذه الخطب ليس لها مكان عام، ومن المشايخ عليه رحمة الله من يرى أن ما يكون من مواعظ في الإذاعات وفي مسجد الخيف فإنها تكون مجزئة عن هذه الخطب، والعلم عند الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكون بعد الصلاة.